أخي الكريم، منذ بداية هذا العدوان لا يوجد حماية للطواقم الطبية في قطاع غزة، ويتم استهداف طواقمنا الطبية لدينا في القطاع الصحي. الآن في اليوم 165 على التوالي عدم وجود كهرباء، عدم وجود مياه صالحة للشرب، عدم وجود مواد غذائية. حتى نحن في هذا المشفى لا نستطيع أن نقدم وجبة غذائية لأي مريض في هذا المستشفى بسبب عدم وجود مواد غذائية. وبالنسبة للمساعدات التي تصل إلى هذا المستشفى لا يلبي احتياجات هذا المستشفى سوى 3%. يعني نقول دائما الحمد لله انه في مؤسسات زي هذه فتحت مستشفى انه يستقبل المرضى المزمنين والطارئين. الهلال قاعد، الهلال الاحمر، فكان في قصف في جنود على العماير بدر الهلال، كان قصف ثلاثه عدد الهلال، فطلعت من الهلال بدي ادخل واحد. فتره ما طلعت انا ذنقت بدش الشهيد، معلفت في ايدي، اكلت طلع في ايدي طلق متفجر. الوضع الصحي في قطاع غزة في الوضع الحالي هو سيء ويزداد سوءا يوما بعد يوم. يعني احنا شايفين ايش بالنسبة لي، احنا بنشتغل يعني بنحط السكر زي ما بنقوله، التحاليل غير موجودة، الأدوية شحيحة جدا، الوضع الصحي في قطاع غزة كارثي للغاية.